Frédéric FM Podcast. Sport Express. مرحبا بكم عشرين بونتو زوز ضربات جزاء. هذه حصيلة الجولة الأولى، الجولة الافتتاحية البطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تلعبت اليوم والحمد لله وفيت من غير مشاكل من غير أضرار رغم عودة الجماهير. نعطيكم دونك النتائج. نبدأ من المجموعة الأولى. النادي الإفريقي تعادل في القمة ضد نادي البنزرتي 0-0 في ملعب رادس الأولمبي البيجي في بيجا، انهزم 2-1 قدام الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي كان افتتح نتيجة عن طريق شادي العامري بالدقيقة 9، يعدل حسين الراجل للترجي في دقيقة 30 ومجدي تراوي يماركي ثاني أهداف الاسبيرانس في دقيقة 65 في المرسى. مستقبل مرسى يكمل رابح 2-1 قدام أولمبيك الكيف رغم البونت المبكر لصابر لترابلسي للكيف في دقيقة 5. هو بالمناسبة أول أهداف البطولة الموسم هذا. بوبكر تامبادو يعدل الجنوية في دقيقة 42 ونبيل مساوي في دقيقة 88 ضربة جزاء يجيب البونت الثاني، دونك 2-1 للجنوية قدام أولمبيك الكيف. واثنين بليش خارج الميدان للشبيبة، شبيبة القروان قدام ترجي جرجيس، بونتوات هشام حمزاوي في دقيقة 36 ومروان الترودي في دقيقة 54. في البول بي المجموعة الثانية، الملعب التونسي فاز 3-0 اليوم قدام أمل حمام سوسة، دوبلي حليم الدراجي في دقائق 29، هيثم بن سالم مركا البونت الثاني، دونك 3-0 للملعب التونسي قدام أمل حمام سوسة. 3-1 للإتوال قدام نادي حمام نيل، بونتويتا سانتي في دقيقة 4، خالد يحيى في دقيقة 15، وائل بلكحل بضربة جزاء في دقيقة 36 يذلل بن شويخة نتيجة للهمامة في دقيقة 64. اتحاد منستير انهزم على ميدان 2-0 قدام السياسيس، دوبليل لطه الخنيسي المهاجم المنتدب جديد في السياسيس في الدقائق 8 و71 الأهداف متاعه. جاو اليوم الملعب الجيبسي في أولى مقابلته بعد رجوعه من الرابطة المحترفة الثانية وصعوده للرابطة المحترفة الأولى، فيز 2-1 قدام القوافل دونك بونتويت حمزة البغولي وفخر الدين قلبي للملعب الجيبسي وبونتو القوافل جابو مروان بالغول. المدافع أنيس البوسعيدي باش يتغيب على المقابلة الودية نتاع المنتخب الوطني ضد سويسرا نهار الأربعاء 14 نوفمبر في أولمبي سوسة، والسبب هو الإصابة اللي تعرض لها أنيس مع فريقه، مش باش ينجم يكون موجود ومش باش يتم تعويضه من طرف الإطار الفني للمنتخب. في آسيا نادي أوسلان هيونداي الكوري الجنوبي هو بطل آسيا بعد ما فاز اليوم في الدور النهائي على الأهلي السعودي 3-0. نحكيو على الكرة في أوروبا، المواعيد والنتائج حتى التو وأخبار ملاعبيتنا المحترفين. في فرنسا جولة 12 من ليغ أون، إيفيون فريق الثلاثي التونسي صابر خليفة المصاب اللي مش باش يكون موجود، كيف كيف الذوادي اللي موجود في الفريق الثاني، والموجود الوحيد اليوم في تشكيلة إيفيون هو إيهاب المباركي اللي باش يبدأ المقابلة على البنك. إيفيون يلعب ضد ريمس بداية من الثمانية متاع الليل، الثمانية متاع الليل زادة تولوز فريق أيمن عبد النور يلعب ضد أجاكسيو فريق عمار جمال اللي موجود خارج القائمة متاع الفريق متاعه في المقابلة هذه. في إيطاليا الكالتشو جولة 12، كاتانيا والكاليري مقابلة تبدأ اللحظات هذه، اليوفي بيسكارا مع التسعة غير ربع. في ألمانيا الدفعة الأولى من الجولة 11، بايرن ميونخ وفي رابح 2-0 قدام انترخت فرانكفورت، أوكسبورغ انهزم 3-1 قدام بوروسيا دورتموند، وفي الليغا رايو باليكانو رابح اليوم 3-2 قدام سيلتا بيجو، مقابلة أخرى من أهم المقابلات في الدفعة الأولى من الجولة 11 في الليغا. مع العشرة تعليل مالقا يلعب ضد ريال سوسيداد. موزايكا فام بودكاست.